نرجع معكم مشاهدينا، بتطل عليكم مارلين سهلهب خبيره الاتيكيت، حتى اليوم نحكي اكثر واكثر عن موضوع بلشناه الاسبوع الماضي وهو الستايلش ليدي. مارلين صباح الخير. صباح النور. الاسبوع الماضي بلشنا نعرف اكثر المشاهدين كيف ممكن المراه تصير ستايلش وشو يعني ستايلش، واذا كل شيء بيلبق لنا، واذا نحن بنشوف سيده لابسه شيء حلو بنجري نحن بنلبسه بيطلع كثير فارق وما بنطلع هيك بهالايمج اللي نحن شفناها على غيرنا، ليه هيدا الموضوع كمان هيك عم بيصير؟ مثل ما حضرتك قلتي جمعه الماضيه انه ما فينا نكون كاريكاتير لحدا، ولا فينا نكون نحن من كان بس بفيترين. نحن عنا مجتمع، عنا روح، عنا نحن يعني كل تياب سيدة أم رجال هي بتحكي عنه، يعني تيابي لازم تحكي عني. هلأ كيف بتحكي تيابي عني؟ بدي ارجع شوي لورا بيني وبين حالي وشوف أنا شو بحب الشي يحكي عني، يعني بدي يكون أنا شو كاركتير تبعي. أنا مثلا بحب كون إنساني مميزة، أم أنا مثلاً بحب لا أخلق رغبة عند الناس، وفي يكون أنا إنسانة عادية. دونك أنا كاركتيري شو؟ أنا شو بحب؟ شو بحب الناس وتيابي يبينوا؟ دغري أنا لما بعرف أنا شو بحب ككاركتير، شو أطباعي أنا، بنقول لا أنا طلتي كيف بحب تكون. طلتي قد ما نقول إنه الطلة مش مهمة مش مزبوط، قد ما نحكي ونقول انه لا هو اهم شيء اطباعه للشخص، ما انا يمكن ما عندي مجال اتعرف عليك كثير، رح اخذك من طلتك. يعني انا بفتكر وما نضحك على بعضنا انه انسان مرتب، انسان شفتيه حلو بيتفوق على انسان يمكن طالعه ريحته ام مثلا منه مرتب حاله، بفتكر بيتفوق عليه، الناس بتطلع بالاولاني وبتخدم الاولاني قد ما نقول لا. دونك انا طلتي كيف بدي اياها؟ دونك انا طلتي هل ترى بحبها تكون مثلا اساسيه؟ انا بالمجتمع بحب كون انا انسانه اساسيه ما يقطعوا عني هيك، ام لا انا بحب كون انسانه عاديه. بس في حدا ما بحب انه يعطي امبريسيون، يعني في حدا بحب هيك يكون ناتر بالحياه ومن خلال ثيابه بيكون هيك، ولا هو بيكون زهق او مش عم بيعرف يلبي، خلص يئس انه ما حدا عم يطلع فيي وانا ما بعرف لبي ثيابي وانا ما بعرف البس، خلص بصير البس حيالله شيء واترك، ولا انا بدي هالامبريسيون، بدي اكون هيبيه، بدي اكون ما بعرف شكلي. بتعرفي هو لما انا بعرف بكاركتيري، وهوني بدي أقول إنه في بأطباع الناس بعض الناس بتحب تكون مرتاحة بتيابها. مرتاحة مش يعني ما عندها ستيل، فينا نقول مرتاحة بتيابها لبس بلا. نحن هون عم نحكي مش عن الأشخاص اللي عندهم شخصية ولا الإنسان اللي هو كاريزماتيك ولا هو ناقصه إذا بدي أقول ثقة بحاله. هون عم نحكي عن الأشخاص اللي هي طالبة إنها تكون هي ستايلش. أنا لكون ستايلش مش ممكن، ممكن كون عادية، هيدا ستيل تبعي، بس عادية مش يعني إنه أنا ما عندي ستيل أبداً. ممكن أنا كون إنسانة أساسية بالمجتمع، ممكن كون عادية، ما حدا ما ألفت النظر، أنا هيك طبعي، أنا ما بحب ألفت النظر، بس بحب كون أنيقة. أم في يكون أنا سكسي، والسكسي مثل ما حكينا عدة مرات ما بيعني أبداً أبداً إنه أنا كل محاسني لازم تكون مبينة أبداً. وكمان في يكون فاجئ العالم وياما في ناس، ونحن منعرف في ناس رجال أم نسوان بفاجئوا العالم، بحبوا يعني بتفاجئ العالم إنه أنا ما بعرف اليوم هالست شو رح تجي لون شعرها. في كتير ناس بتحب تكون لون شعرها أحمر يمكن، في رجال بتلاقيهم بيلبسوا مثلا كلسات حمر. يعني ممكن أنا بأطباعي وبطلتي فاجئ العالم. دونك من هالمبدأ أنا بدي روح على خزانتي.
لما فوت على خزانتي انا رح لاقي شيء يكون يعني كثير اوقات كمان نفتح الخزانه يا عمي ما بدي البس هاي وهي ما بحبها ومنجيب اشياء منخليها ما بنلبسها ولا مره او بتشبه شيء عنا اياه لهالدرجه نحن فوكس انه هيدا بيلبق لنا واوقات بيكون عن جد ما بيلبق لنا افكتيفمون. مشان هيك دغري انا اول شغله بدي اعملها كمان هيدي انت ضويتي عليها جمعه الماضي بدي اعرف انا شو برحله هيدا شو برحله مضطرة أعمله ما فيي أنا بس أنقل عن العالم رح أخذ أفكار أكيد رح أخذ أفكار من عارضات الأزياء من بلوجرز من يمكن ويمكن ما أخذ أفكار بس إذا حابة why not. دونك أنا أول شغلة بدي روح على خزانتي وهيدي شغلة كتير كتير بدي أنا ضوي عليها إنه أنا ما بدي أقول أنا برحلة كل شيء منا الإنسان اللي عندها ستايل منا إنسانة بس بتتكل على القياسات تبع جسمها بجوز قياساتها تكون بارفيت بس أنا عم بقول إنه التياب بتحكي عني يعني أنا مجتمعي أنا ما بقدر أطلع من المجتمع تبعي مش ممكن أقدر أخرج يعني أطلع كومبليتمون من الناس اللي حوالي دونك أنا كتير مهم إنه لا أنا ما برحلي كل شيء منا خبرية قياسات هي خبرية عائلتي هي بنظر مين أنا بحب كون أنا شو شغلي شو بشتغل ما في أنا اليوم قد ما أقول أنا بحب ستريت وير كلنا منعرف إذا بيجيك اليوم أن بانكي ولا إنسان معروف لابس إسبادغي منه مسكر كبير لابس بانتالون مخزق رح تطلعي إنه أنا عندي ثقة بهالمحامي بهالحكيم بهال يعني في أشياء ما بنقدر نطلع صح. منها دونك نحن ما فينا نطلع ولا من المجتمع تبعنا ولا من البيئة تبعنا فيكون عندي تو ستايلز أكيد فيكون عندي يعني شيء هيك مرتب لاني انا بشتغل بوظيفه كثير لازم يكون فيها انيقه وانا بايامي العاديه بدي البس جينز مخزق واسبادري وهيدا اللي حلو لما بتكون الانسانه انيقه وبتعرف بكل مناسبه شو رح تلبس وهيدا ستايل بحد ذاته انا صحيح انساني ديزون يمكن كلاسيك بس هيدا ما بيعني انا مني على الموضه انا اليوم درج مثلا الانيمال برينتس اليوم بشتري فولار بشتري شوز بشتري جزدين هلا رح نشوف كيف نحن ممكن نحسن بس رحنا على خزانتنا اهم شيء شلنا اول شغله شو نفعنا بدي شيل انا كل التياب اللي مش قديمه لا ما دخل القديمه ما لها خص ابدا بدي شيل الاشياء اللي ما بقت تناسب عمري أوكي. انا ما بقت تناسب المجتمع تبعي اما ما بترحلي ام مثل ما حضرتك قلت اشتريت عده اشياء بيشبهوا بعضهم ما عم بلبسهم بغسلهم بكويهم بعطيهم للناس هيدي اول شغله ثاني شغله اللي هي مفروض انا اعملها بلش علق شوي تيابي لوك تبعهم مع بعضهم برجع على اشياء صارت عندي من 5 سنين وبعدني لما بلبسها بلاقيها كتير حلوه فظاعه باخذ صوره عن حالي انا بهالتياب دائما بلاقي حالي مميزه كل الناس بتعطيني كومبليمون مع انه هن صار لهم 5 سنين عندي هول باخذ صوره بتركهم باخذ صور كمان عن مثلي انا بتعجبني ست انا بتعجبني بشوف شو القاسم المشترك بيني وبينها وبس انا صير اعرف هلا صار عندي لوك صار في اذا عندي محل علق هاللوك كله سوا بقوم تاني يوم الصبح بسرعه بلبس بكون انا انساني فريمون. خلينا نبلش الصور نشوف الصور ونعلق عليهم كمان نحكي عن ستايلز موجودين واذا بتشبهني ولا لا واذا بتلبق لي الاهم هي ولا. كمان او ولا. لا بدي اجرب يعني يمكن جرب كذا ستايل حتى اوصل لمطرح حالي انا ستايلش شو معك حق هي بدها وقت ستايلش ما بتصير يعني من يوم هون بلشنا اول شيء بالترندي قال لي هو دارج انا يا هل ترى اول شغله بدي اقولها غير انه بيروح لجسمي ايه ولا لا بقدر كون ترندي معي وقت انا الحق الموضه والديكتات تبع الموضه كل يوم في اشياء بتتغير انا عندي وقت عندي اهم شيء الوقت لانه في كثير ناس بتقلك انا في يكون ترندي وما ادفع كثير غالي لانه في ماركات صغيره عم تقلد الماركات الكبيره انا معهم ما عندي شك بس انا برحلة هستيل طبعي أنا بحب كون على طول أنا على الموضة ليح الموضة على مثل ما بقولوا حزافيرة دونك أنا إذا بدي أحكي عن ترندي ترندي يعني
كل شيء آخر موضة. شو بيطلع أنا ملاحقته بكل شيء، بس تريندي ما بيعني بس تياب، بيعني شعري بده يكون، بيعني المكياج تبعي، وهولي كتير مهمين، وهولي بيعطوا لوك كتير حلو، وكمان بدي اتكل على الأكسسوار تبعي. تريندي يعني بده يكون من جميع الميلات. أكيد إذا بيناسب كمان شغلي، بيناسب المحيط اللي أنا عايشة فيه. هوني بعدنا بالترندي. بتلاحظي انه مثلا هلا دارج ديزون التاني شوز اللي له 3 كلنا بنشوفه تبع نايكي بفتكر ام ريبوك بلتو ريبوك صار كل الناس تلبسه. كاسكات على هلا ني دارجي كثير، هلا دارجي يعني انا يمكن بس اخلص حديثي تبطل دارجي مثلا لانه هلا سريعه. ايه تقريبا هن كل موسم هوني بعدني اكيد بالترندي، لابسه الجينز اللي مخزق. كمان هون برجع بقول انا بقدر اسمح حالي البس هالجينز. انا مره ما بشتغل اوكي ما عندي التزامات. لوين رايحه؟ حسب كمان المناسبه. اكيد اكيد, أكيد في مناسبات كثيره رح نشوف من بعدها، وهيدا اللي كثير هون بعدني بالترندي. يعني إذا بتلاحظي كتير الناس الترندي إذا عندها مثلا حيوان بالبيت بتحب تحمله وتمشي فيه، في ناس إذا منه رايح مع التياب تبعها ما بتاخده، بتلبسه مثل ما هي لابسه كمان، وبيكون في عندهم أكسسوار مثل بعضهم كمان. It's a style يعني مثل ما كنا عم نقول. It is a style. إنه أنا هون بلشنا بستيل فلامبويان. وهيدا ستيل كتير أوقات فيه يقول مش أوقات مكلف. وهيدا ستيل كتير حلو إذا بيروح للشخص، مثل التريندي إذا بيروح للشخص بيطلع كتير حلو. بس ستيل فلامبويان بدك تقولي لي ليش غالي؟ إنه بس بلبس ألوان؟ لا. هلا من بعد الأعياد نحن رح نعمل كمان حلقة عن الألوان اللي بترحلي. بس إذا ستايل تبعي أنا من النوع اللي مرحة، أنا نفسيتي على طول بوزيتيف، على طول بحب الألوان، بحب الصيف، بحب دونك أنا عندي هستيل فلامبويان. ليه مكلف؟ مكلف لأنه بستيل فلامبويان ممكن أول شغلة بدي ألبس أكسسوارات تكون طالعة مغيرة عن اللي بشوفها وين ما كان. يعني هيدا ستيل اللي بيفرح، بيعطيك دغري عن الشخص، نفسيته دغري بتبين انه بتحكي عنه انه فظاعه هالستيل هالست شو ولا هل. ونقيتي بهالصوره كمان مره مليانه حتى نقول انه هون مش بس انه الجسم بيلبق له ابدا نوعيه معينه، أبداً. بده يعرف هو شو يلحق. ورح نعمل فريما معك حق، لانه صاروا طالبين مرتين ثلاثه انه نحن السنه الماضيه عملنا حلقه عن الست اللي مليانه. أحلى من كانت هلأ عم بيكونوا مليانين. كما إنه العمر كمان ما إله دخل. في يكون عمرك 60-70-80 سنة وتكوني ستايلش. دونك ما إله دخل. هوني بلشنا بستيل الكلاسيك. ستيل الكلاسيك اللي هو تقريبا فينا نقول 3/4 العالم ستيلا كلاسيك. ليش؟ ستيل كلاسيك ما بيعني مش بس سيف. بيتكل على القماشة، على النوعية. الإنسان الكلاسيك واللي عندها ستايل كتير بهمها نوعية تيابها. إذا هي عندها يمكن بتفضل يكون عندها فستان مش 10 فساتين، بفضل يكون عندها قطعة تكون ريكزة على جسمها. أكيد أكيد ما في شك إنه كمان هي وين وشو بتشتغل وهي شو برحلة. بس بالكلاسيك ما بيعني انه انا مني على الموضه ابدا. انا كلاسيك صحيح، عندي كبوت صار له 10 سنين بلبسه، بس ما بيعني انا انه اليوم دارج الكارو باخذ قطعه. دارج اليوم مثلا مثل ما قلنا الانيمال برينتس باخذ قطعه. مش اكثر من هيك، بضل حاسه على حالي على الموضه، بالشوز تبعي دارج الاحمر بلبس احمر، بزيدهم على هالاشياء اللي موجوده عندي انا بالخزانه. بس الكلاسيك مفروض تكون نوعيه. يعني ما بشتري كثير،
يعني تقريبا اي سيف ماي تايم اذا بدك اكثر شيء. كلاسيك مش يعني ختياره أبداً. ومش بس بيكون للاشخاص يلي هن كبار بالعمر، يعني هي نقطه كثير انه مش لعمرك بتلبسي كثير كلاسيك بتبيني دام، هيدي الكلمات يعني مش مزبوط ابدا، فيك تكوني ستايلش من انت وصغير أبداً. كلاسيك وكل الـ كل الـ يعني تو لي غران كوتوريه بيرتكزوا اول شيء على الكلاسيك. ليه بيزيدوه؟ هلا كيف اذا انت عندك خزانه انت موجوده عندك وعندك انت قطع تقريبا صارت خزانتك انت متناسقه وانت خصوصا كلاسيك، بس اليوم درج شغل الفلانيه بتلبقي معه بلبقها، دونك انا صار في عندي ستيل لإلي، انا صحيح كلاسيك بس ما بدي انسى ممكن كمان يكون عندي سينياتور وهيدي بتصير شيء مختلف. ميرسي لك مارلين، الاسبوع الجاي رح نفتح المجال للمشاهدين يتصلوا مباشره على الهواء يسالوا السؤال يلي حابين يسالوه عن مواضيع كثيره اكيد بيطلبوها منك على الفيسبوك، وبنرجع بنذكرهم الاسبوع الجاي. ميرسي لك. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع.